He doesn't get paid at the end of his service. ما بيقبض أتعابه نهاية الخدمة. ما بيقبض أتعابه نهاية الخدمة. ما بيقبض أتعابه نهاية الخدمة. She will get paid tomorrow. رح تقبض بكرة معاشها بالشغل. We're talking about her. رح تقبض بكرة معاشها بالشغل. Manal joked with Mazen and he took it personally. Manal مزحت مع مازن وهو قبض الموضوع جد. Manal مزحت مع مازن وهو قبض الموضوع جد. He wanted the promotion so he could earn more at his job. كان بده الترقية كرمال يقبض أكثر بشغله. كان بده الترقية كرمال يقبض أكثر بشغله. أبو جاد killed his uncle over inheritance issues. أبو جاد قتل عمه كرمال الورثة. أبو جاد قتل عمه كرمال الورثة. She kills me with her eyes when I see her. تقتلني بعيونها بس شوفها. تقتلني بعيونها بس شوفها. Fight whoever harasses you. خانقي كل مين بيتحرش فيك. We're talking with female. خانقي كل مين بيتحرش فيك. Why do you kill birds? ليش بتقتلوا العصافير؟ ليش بتقتلوا العصافير؟ Birds يعني عصافير. I can handle the work alone without any help. بقدر اتحمل الشغل لوحدي من دون مساعدة. بقدر اتحمل الشغل لوحدي من دون مساعدة. لميا can type on the computer. لميا بتقدر تكتب على الكمبيوتر. لميا بتقدر تكتب على الكمبيوتر. لميا بتقدر تكتب على الكمبيوتر. عباس can lift heavy weights at the gym. عباس بيقدر يحمل أوزان تقيلة بالنادي. عباس بيقدر يحمل أوزان تقيلة بالنادي. See if you can do my homework. شف لي إذا قادر تعمل لي الفرض. شف لي إذا قادر تعمل لي الفرض. She probably cannot come to the party. يمكن ما تقدر تيجي على السهرة. يمكن ما تقدر تيجي على السهرة. Party يعني سهرة. He read plays by زياد الرحباني. قرأ مسرحيات لزياد الرحباني. قرأ هو. قرأ مسرحيات لزياد الرحباني. Every morning I read newspapers. كل يوم بقرأ جرايد عالصبح. كل يوم بقرأ جرايد عالصبح. Don't you read stories at home? ما بتقرأ قصص بالبيت؟ ما بتقرأ قصص بالبيت؟ You're talking with group of people. ما بتقرأ قصص بالبيت؟ They are sitting in chairs in the theater. بيقعدوا على كرسي بالمسرح. بيقعدوا على كرسي بالمسرح. Stop acting like you know everything. حاجة تقعد تعملي فيها فهماني كل شيء. حاجة تعملي فيها فهمان كل شيء. جميل, don't sit in the back row. Come up to the front. جميل, ما تقعد بآخر الصف. قرب لقدام. We are going to stay in Beirut for a month. رح نقعد ببيروت لشهر. رح نقعد ببيروت لشهر. You could use it as a stay as well.
I stay awake until morning listening to فيروز. بقعد بسهر للصبح بسمع فيروز. بقعد بسهر للصبح بسمع فيروز. I don't work on Sundays. بقعد أيام الأحد بلا شغل. بقعد أيام الأحد بلا شغل. So I could say بقعد or بقعد. He used to like sitting in this cafe. كان بيحب يقعد بهاي الكافيه. كان يحب يقعد بهاي الكافيه. كان يحب يقعد بهاي الكافيه. She's always alone in the garden. كل مرة بتكون لوحدها بالجنينة. Or I could say دايما بتكون لوحدها بالجنينة. When you are together, take a photo. بس تكونوا سوا خدوا لكم صورة. بس تكونوا سوا خدوا لكم صورة. بس تكونوا سوا خدوا لكم صورة. I won't be at home in the afternoon. ما بكون بالبيت بعد الظهر. Afternoon بعد الظهر. ما بكون بالبيت بعد الظهر. For once, be in charge of your own life. كون شي مرة حدا مهم بحياتك. كون شي مرة حدا مهم بحياتك. We weren't very busy yesterday. ما كنا مشغولين امبارح. ما كنا مشغولين امبارح. ما كنا مشغولين امبارح. She is famous Lebanese singer. هي فنانة مشهورة بلبنان. أو هي فنانة لبنانية مشهورة. فنانة لبنانية مشهورة. Aren't you able to carry the sofa? مو قادرين تحملوا الصوفاية. مو قادرين تحملوا الصوفا أو الصوفاية. مو قادرين تحملوا الصوفاية. ما بيقبض أتعابه نهاية الخدمة. رح تقبض بكرة معاشة بالشغل. منال مزحت مع مازن وهو قبض الموضوع جد. كان بده الترقية كرمال يقبض أكتر بشغله. أبو جاد قتل عمه كرمال الورثي. تقتلني بعيونها بس شوفها. خانقك المين بيتحرش فيكي؟ ليش بتقتلوا العصافير؟ بقدر اتحمل الشغل لوحدي من دون مساعدة. لميا تقدر تكتب على الكمبيوتر. عباس بيقدر يحمل أوزان تقيلة بالنادي. شوف لي إذا قادر تعمل لي فرض. يمكن ما تقدر تجي على السهرة. أرى مسرحيات لزياد الرحباني. كل يوم بقرأ جرايد على الصبح. ما بتقروا قصص بالبيت. بيقعدوا على كرسي بالمسرح. حاجة تقعد تعملي فيها فهمانة كل شي. جميل ما تقعد بآخر الصف، قرب لقدام. رح نقعد ببيروت لشهر. بقعد بسهر للصبح بسمع فيروز. بقعد أيام الأحد بلا شغل. كان بحب يقعد بهاي الكافيه. كل مرة بتكون لوحدة بالجنينة. بس تكونوا سوا خدوا لكم صورة. ما بكون بالبيت بعد الظهر. كون شي مرة حدا مهم بحياتك. ما كنا مشغولين امبارح. هي فنانة مشهورة لبنانية. مو قادرين تحملوا الصوفة.